واخا جينا كنقلبوا على الحلوى. بالنسبه لهاد المحل هذا كنتقداو منه مره عنده التنوع في الحلوى، يعني صراحه كتلقى اشكالات اللي هما ما كيكونوش في الايام العاديه، كتلقى لي موديل هذا كنحتفلوا عادي يعني مع العائله كنتجمعوا. بالنسبه لهذا الاثمنه ديالها كتكون شي شويه طالعه في الثمن، علاش كيكون الاقبال كثير عليها شي شويه، وكتكون مره في العام، هذاك الشيء علاش. شوف كنحتفلوا بميلادي، كنحتفلوا مع 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 العربي، كنحتفلوا في العربي ديالنا اللي هو ديالنا، كنحتفلوا ديال الامازيغي. الله يجعل الايامنا كلها اعياد ومباركه ان شاء الله بحول الله. بالنسبه لكاين اللي كيقول لك علاش كتحتفلوا برا السنه، علاش كتحتفلوا بهذا، كل واحد وكيفاش. كتبقى واحد الدائره اللي هي منتشره في العالم العربي كامل ماشي غير في المغرب، يعني الناس كتاخذ الحليوات، كتجمع مع العائله، كتقدر تكون عطله. دابا عطله كاين الناس كتلاقى مع العائله ديالهم، كيتجمعوا كيتكلموا كيضحكوا، كتكون سهره في التلفازه، يعني كتكون واحد السنه جديده اللي حنا كنلاصق فينا، يعني ماشي غنقولوا ان غير 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 ما خصناش نحتفلوا بها. كنحتفلوا بالعربي وكنحتفلوا بالميلادي في نفس الوقت، لحقاش كتبقى سنه ميلاديه، يعني في العمر ديالنا كنحسبوها في الحاله المدنيه محسوبه عندنا، في لاكارت ناسيونال محسوبه عندنا، يعني كتعتبر انها واحد السنه اللي هي محسوبه في العمر ديالنا.